ظبطت كده عندك؟ تمام تمام يا اكشن. معانا كام فيديو النهارده كده بالتيك توك بتاع حوالي 12 فيديو. تعالوا كده نبص نشوف الدنيا في يومين. مواجهه شرسه قويه صعبه صاحبه اكبر كيس اريال. ايه بقى مش هتجيب بوسه؟ ما انا دخلنا اوضه النوم. ما تخش ولادك دخلنا اوضه النوم وربنا ما احلك. خش يا محمد خش ايه بقى انت؟ ما تقلع الجاكيت ده كده وتفك عن نفسك. انت قاعد متربط ليه كده؟ ليه قلع الجاكيت؟ ما قلعش الجاكيت. عايزه بقى قبل ما يحصل حاجه اتكلم معاك شويه. نتكلم في ايه بس؟ هو مش وقته كلام. مش وقته كلام. كلمك بس الاول عشان ايه؟ نبقى مخلصين سوء التفاهم اللي ما بيننا. شو التفاهم ايه؟ دلوقتي انت لو اسمعني بس كل حاجه هتاخدها. اللي انت عامه اول حاجه الفلوس اللي انت كنت بتديها لي. انا مش هينفع انت تديني فلوس، ده انا اديلك. تمام؟ انت ما كنتش راضيه. ما كنتش راضيه. سامحني ان انا ضربتك وجيت عليك وكرشتك وبهدلتك. كنت ماسكاني السكينه عايزك موتنا حماتي. ما انا بقول لك اهوت، انت تسامحني الاول في ده كله قبل ما يحصل ما بيننا حاجه. وانت اساسا يعني تحط في دماغك كده ان انا كنت نفسي في كده من زمان، وهاجمتك مره واثنين وثلاثه عشان اعرف بنتي هتعرف ولا لا. فانت انا اديلك. الو صوتكي معايا لو سمحت. الله على الحاجات الفلاحين دي بقى. تعالي بقى انت وقتي وزباله. تعالي ابعد عني. قلت لك مش هبعد. تعالي هنا كده. تعالي بقى. خلاص امي بقى، انا خدت اللي انا عايزه. امي بقى يا بنت امي، خرب بيتك فرعتين، خرب بيتك فرعتين. طلع شريط وخد حبايا، فجأة شاف اسد في البيت، شاف نفسه عامل حكاية، حس انه بجد جديد. فجأة شاف اسد في البيت، فجأة شاف اسد. يا نهار اسود، ايه اللي عملته ده؟ بعد ما شفنا الخرا ده تراجع على لحظه استلام الدرع الفضي من اليوتيوب. اوبا شيل الامه بقى كمان الورق. ايوه ده سيء. بص على سيء. هدي دول كده. كم بنت جديد بيقلك وانت اهلك فين ولا هم شبهك؟ ايه السؤال الغريب ده؟ هم شبه يعني جيران ولا ايه؟ اكيد شبه. ايه؟ اكيد في نفس الجميل. السلام ماما. لحظة واحدة اجيب لك اخوي الكبير يقطعك. تعالى اخش عليهم بعد لطق خروشي. ران مين يا بنات هنا يعني بس يعني عاجبه اخويا؟ والله اجوزها له. ده اخويا يا جماعه، حتى بصوا هتلاقوا نفس الشعر عشان تعرفوا ان احنا شبه بعض. الو شفتي الولاد؟ لو سمحت كنت عايز ابلغ. بس الله على الحاجات اللي بتحول دي بقى. واحدة فيها كتف وما تلاقيت لا متغاز. عارفك يالا مين هنا متغاز؟ مخك فاضي مرفوض تلاقيش معايا عمود تحت رجليا. بتلوم فاضي مخنا الماس طالق كتير ديناميت رشاش. يا عم اعكس كلمة لسع لمج ومعا. Thank you.
جمال عسل يا شكب على الناس. طالما وصلنا للدرجه دي بالذات يبقى لازم نقف عندها. عيب لما الناس الكبيره اللي هم المفروض قدوه للناس الصغيرين يعملوا حركه زي كده. ايه اللي جابلكم؟ ايه الفكره؟ احنا كده استفدنا ايه مثلا؟ ولا حاجه. لما توصل بينا لدرجه ان احنا نلاقي ست كبيره زي ديت قاعده على الرصيف وتبيع التموين بتاعها عشان مش لاقيه تاكل. يبقى كده زي ما بيقولوا عليه العوض ومنه العوض. زي ما احنا في ناس بنقعد نتفرج عليها وندعمها وتجيب فيوز ياما وتعمل كل اللي هي عايزاه، المفروض برضه ان احنا نبص للناس دي، الناس اللي مش واخده حقها، الناس اللي متجرفه، كل الكلام اللي انتوا عارفينه ده وان احنا عارفينه ومش عايزين نصدق ان هو موجود. انتوا اللي بتشهروا العبط وانتوا اللي بتطلعوا الناس دول لفوق، مع ان في اكتر من واحد يستحق ان هو يكون مكانه. اعصار كاترينا.